يقطع بقالب أتى للحصول على تمر أصفر. يتم تنظيفها ونقلها بواسطة حبل أملات في عملية التنصف وأسياد صف العمر. عملة لأنها لافتة للنظر، تزيل المطابق تصاميم بسرعة هائلة 705 ضربة في الدقيقة. وبهذا يمكنك معرفة كيف ظهر مصطلح صف أو ضرب العملة. المعدنية ساخنة كما يخرج الخبز من الفرن. يظهر لمعان وبريق القطع العديدي من زين. ليس هناك وقت للعب، يجب إرسال القطع المعدنية. حان وقت إحصائها وتجميعها وتحميلها ونقلها. هذه القطع المعدنية اللامعة طراقة جاهزة للتداول. القليل يعرفون قيمة هذه القطع الدائرية اللامعة. نصنع النقود ونجعلها أيضا نصنع نفسها. أي القطع النقدية للبنك المركزي الأمريكي عند إغلاق القيمة الرسمية لسد الدين الوطني بقيمة عالية تصل ل 21 سنتا لكل بربع يتم إصلاحه. من ناحية تاريخية، يدخر الأمريكيون الفك من القطع المعدنية، مما يتطلب إصدار المزيد من القطع المعدنية الجديدة. لكن أدركت شركة مؤسسة يعني واحدا من أسباب ادخار هذه القطع كان أن المصانع مؤسسة وشركة كوينستار ابتكروا خططا لصنع آلة عد ذاتية للقطع النقية، وبذلك ابتدأ عمل ناجح. صنعنا 1.8 بليون دولار السنة الماضية، وكنتيجة فورية لتأسيس كوينستار انخفض إنتاج دار سك العملة إلى 5 بليون قطعة نقدية عام 2001. بدورها تكسب شركة كان المجموع إجمالي 155 مليون دولار السنة الفائتة وحدها. هذا رقم جيد بالنسبة للفكة. تصدر دار سك العملة الأمريكية القطع المعدنية بسرعات هائلة، ومكتب حفر وطباعة العملة يصدر ملايين الأوراق النقدية هي بشكل أسرع مما قد يتمكن أي مرء من إنفاقها. لكن السرعات الفائقة لطبيعة إنتاج هذه النقود تجعل كل هذه المؤسسات في وضع حرج لو منعها البنك المركزي من الاستمرار في عمل القلق. الاحتياطية الفيدرالية وعددها 12 وفروعها 25 في جميع أنحاء البلد. هذه مارشارد هيل المسؤولة المالية في بنك الاحتياطي الفيدرالي، عملها كثير، لكن بالإضافة لما يوجد في محافظ الموظفين يعمل مبنى مجلس بالمجان بالرغم من النشاطات المالية كثيرة الأخرى التي تحصل هنا. لو سددت قروضا هذه السنة لكان ذلك ممكنا بسبب المستويات المحددة في هذه الغرفة، لكن إن البنك المركزي الأمريكي أكثر من مجرد لتوفير الأوراق النقدية. هو بنك يثق الأمريكيون. هناك وظيفة مهمة للبنك الاحتياطي الفيدرالي هي ضمان وجود نوعيات ممتازة من العملة والقطع المعدنية المتداولة. معروفة بمصرف المصارف، تقوم اتحادات الائتمان والبنوك بالأعمال المصرفية هنا. البنوك الاحتياطية هي اليمنى للبنك المركزي الأمريكي، تقوم بفرز وإحصاء العملة و
وتحجب الأوراق النقدية غير لما عن التداول. تقوم بكشف النقود المزورة ثم تعيد إصدار العملة لتلبية المتطلبات لعملة أكثر أو أقل للحفاظ على صحة وثبات الوضع الاقتصادي. إذن كيف تخرج عملة بطلب من البنك المركزي الأمريكي وتأتي لجيبك؟ هذا هو الجواب. زبون مكتب حفر وطباعة العملة هو مجلس الاحتياطي الفدرالي. يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي أمر إصدار العملة لمكتب حفر وطباعة العملة كل عام، وهذا الطلب مقسم بين مباني واشنطن. نصنع العملة ثم يخبرنا البنك المركزي أسماء البنوك التي يجب شحن النقود إليها. ينتج المكتب حوالي 8 بليون ورقة نقدية كل عام، رغم أن النقود جاهزة للحزم والشحن، إلا أنها لا تعتبر نقودا حتى يستلم البنك المركزي. يتم نقل العملة الأمريكية بواسطة مركبات مسلحة ومقطورات كبيرة، أو يمكن أن يتم نقلها بواسطة الطائرة اعتمادا على الكمية ومكان الشحن. توصل المركبات المحلية بأمان البضائع ل 37 مصر تبقى تابعة للبنك الاحتياطي الفدرالي، حيث يتم بعدها توزيع النقود للبنوك المحلية. اذهب لفرق غالبا ما تكون النقود المستلمة هنا غير مناسبة للتداول أو أنها عملة طائرة. يمكن للبنوك أن توديعها لأجل الاستثمارات التي تحصل ليلة إلى تصل ويتم إحصاؤها. تذهب النقود ليتم اختبار نوعيتها. لدينا تكنولوجيا متطورة جدا وجهاز يطبع آلاف الأوراق النقدية في الساعة. ما هو المطلوب؟ المعايير المناسبة الثلاثة، وهي أن تكون الأوراق النقدية تسوى فقط الدولار التي توضع باستمرار في آلات البيع بالقطع النقدية متوسط وعمرها حوالي 18 شهرا فقط قبل أن ينتهي. هي بها الحال ممزقة. معظم الأوراق النقدية المصنوعة من ورق أخف تنجو من التمر. ستكون 60 إلى 70 ورقة نقدية من كل 100 مناسبة لإعادة تداولها. عند تحديد مدى ملاءمتها يتم إعادة حزم الأوراق النقدية وإرسالها للخزنة وتجهيزها ليتم إعادتها إلى ساحة البلد، لأن هناك أشخاصا يحاولون صنع المال بأنفسهم. تعرفوا على الرجل الذي صمم الدولار الأمريكي الحر. أنا بيرنارد نوتاوس، مصمم الدولار الحر. ما هذا الدولار بالضبط؟ الدولار الحر هو شكل بديل للعملة أوجدته منظمة وطنية غير ربحية هي الرافد. بدأت بفكرة رغبة الشعب لتداول عملة يملكها الناس وليس البنك الاحتياطي الفدرالي. شيء يمكنهم الوثوق بأنه مدعوم وقابل للمقايضة بالذهب والفضة. الدولار الصادر عن البنك المركزي ليس كذلك، لكن الدولار الحر تتم مقايضته بأونصة من الفضة. في أمريكا منذ فترة ليست ببعيدة كانت العملة تقايض بالذهب أو الفضة. انتهى ذلك العصر حين ألغى كينيدي طابع الفضي. قيمة النقود الآن مرتفعة. ليس هناك شك على الإطلاق بذلك، لكن من الممتع أن ترى كثيرا من الفضة.